أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا ومنذ لحظات أعلنت انطلاقة الشوط الثالث بأشواط الصعوبة أيضا والتحديات المستمرة مع هذا الانطلاق المثير. نلحق بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرهني أيضا اللي قادت المجموعة في هذه اللحظات خيرة لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري. المركز الثاني شعار فهد بن طحنون الهاجري مع انتباه ثالث التحديات من الجانب الآخر، سرابة للسيف بن نايع بن سالم الغفلي، والانطلاق أيضا المثير والقدوم من صوغة لراشد بن سعيد الشهواني مع المركز الرابع. خامس التحديات تعسيلة بالشعار سعيد بن عبد الهادي الشهواني. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى المنطلقة أيضا والمندفعة بناموس هذا الشوط. نتابع نتابع انتباه نتابع انتباه، ولكن من الجانب الآخر أرى هناك سرابة بدأت تتسرب في هذه اللحظات أيضا وعينها على الصدارة، ولكن نعود نعود مع انتباه، نتابع انتباه بالشعار فهد بن طحنون الهاجري أخيرا مع المركز الثاني لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري. واللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، يا سلام يا سلام يا سلام، خيرة وانتباه، انتباه وخيرة، انتباه وخيرة، خيرة وانتباه، والمعركة طاحنة على مقدمة هذا الشوط، ولكن انتباه بالمقدمة. تهانينا لفهد من طحنون الهاجري على فوز انتباه بالمركز الأول. المركز الثاني تصل فيه خيرة سالم بن سعيد بن كاسب، المركز الثالث سيف بن نايع بن سالم الغفلي، والبقية من حينها الأعضاء خط النهاية. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول انتباه، دقيقتين 14.